للمزيد تنضم إلي في الاستوديو فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. شكرا. إذا لنبدأ من أسعار النفط وقرار أوبيك بلس، يعني يرى مصرف جولدمان ساكس أنه هذا القرار قد يخفض أسعار النفط نظرا لارتفاع المخزونات في الآونة الأخيرة، بينما يو بي اس يرى العكس، ما رأيك؟ عم نبلش نسمع كمان أصوات مختلفة جدا حتى داخل أوبك، وتنبلش نحكي عن الإنتاج، يعني بنشوف البعض مستفيد من السياسة الحالية مثل مثلا الإمارات، ولكن بعض الدول الأخرى بتفضل كمان نوعا ما الأسعار تكون أعلى من هيك. هلا الصورة إذا بدنا نحكي من ناحية السيزوناليتي، شو التوقعات؟ نحن عم نتوجه لفصل الصيف اللي ممكن يكون عم بيؤدي إلى ارتفاع الطلب، فيمكن يكون في عنا نوع من تماسك للأسعار، ولكن بالوقت الحالي ما في عنا أخبار رح تكون عم تغير الأسعار بشكل كتير كبير. التوترات الجيوسياسية نوعا ما طبعا عم تعطي دعم للأسواق، في حال استمرارها، في حال كنا عم نشوف مشاكل في سلاسل التوريد، ولكن الطلب خصوصي من آسيا كنا عم نشوف في الصين نوعا ما ارتفع، نرى الصورة نوعا ما ثابتة بالوقت الحالي، يعني تداول عن مستويات ال 80 دولار للبرميل هو سيناريو الحالة الرئيسية، خصوصي أن السياسة مستمرة نوعا ما إلى آخر العام، قد نرى تحول في الربع الأخير من العام، ولكن حتى إذا شفناه ما رح يكون بشكل كتير كبير. هيدا على القليل اللي عم نسمعه من أوبك، وهيدا يعني اللي وصلوا له، خصوصي أنه كان حتى الاجتماع شفناه كان أونلاين، وعادة ما يدل هذا الأمر أنه ما كان في نقاشات كبيرة والسياسة موافقين عليها ومستمرين فيها. طيب إذا ما انتقلنا فرح بالنسبة للفيدرالي والبيانات المهمة هذا الأسبوع التي يعني سيظهر من خلالها بعض التوجهات، بيانات سوق العمل ما المتوقع؟ يعني بالوقت الحالي مطالبات يعني النون فارم بيرولز متوقعين أنها تكون عند 220,000، قريبة جدا حتى هالتوقعات من الشهر الماضي، فإذا إجت ما رح تكون عم تعطينا صورة واضحة لتغير كبير في سياسة الفيدرالي. حتى البيانات اللي كانت عم تصدر، أوكي في عنا بيانات شوي عم تعطينا، مثلا كنا عم نشوف بيانات التضخم اللي ظهرت هداك الأسبوع جاءت مثل التوقعات، ولكن الاستهلاك كان نوعا ما أقل، دعم شوي الأسهم، ولكن بترجع بتجينا بيانات في سوق العمل تفرجينا نوع من الثبات، نوع من قوة في سوق العمل، فما عم بيكون في عنا سلسلة من البيانات السلبية رح تكون عم تجبر الفيدرالي أنه يكون عم بيقلص الفائدة. هلأ طبعا نحن في الوقت الحالي من الأمور الأساسية لازم نشوفها هيدي الفائدة المرتفعة، نحن عم نبلش نشوف تراجع في التضخم، فالفائدة الحقيقية كمان عم ترتفع أكثر، الاقتراض صار صعب، لابد من أن نكون عم نرجع نشوف لهجة مختلفة من الفيدرالي، خصوصي أنه توقعات البنوك المركزية الأخرى في تقليص فائدتها، ولكن نرى قوة للدولار الأمريكي مستمرة لبعض من الوقت، خصوصي مع توجه محتمل جدا لبنك كندا كمان وبنك المركزي في اليوروزون أنهم عم يقلصوا الفائدة. يعني هل تعتقدي بالفعل أنه بنك المركزي الأوروبي يقلص يعني يسبق الفيدرالي في هذه الخطوة؟ طبعا، وهيدي الأصوات الرئيسية اللي دائما نحن بنشوف الفيدرالي هو عم يعمل الليد، هو اللي عم بيجر كمان البنوك الأخرى، ولكن عم نرجع نسمع حتى من بنك أوف إنجلند عم بيقولوا خلص نحن وضع أساسيات الاقتصاد تبعنا مختلف، بحاجة لنكون عم ندعم. هل سيؤثر ذلك على العملة؟ بشكل كبير، مش هيك بنشوف انه في فرص كمان في ازواج العملات رح تكون قد تكون واضحه جدا في الفتره القادمه، مقارنه يمكن بالاسهم اللي رح ياخذوا شوي بريك من هالارتفاعات الكبيره، نراها مستمره في هذا العام ممكن جدا، ولكن بالفتره الزمنيه القصيره او المتوسطه قد تكون ازواج العملات في ترند واوضح. طيب لنتكلم قليلا عن اسعار الذهب والمستويات التي تتوقع ان تصل اليها مع هذه التطورات. هلا بطبيعه الحال نحن عم نشوف تماسك فوق ال 2330، عندنا نوع من الدعم المحلي عند هالمستويات، حتى دعم ال 2300 حتى ال 2000 حتى لو تراجعت الى ال 2000 لا نزال نرى الذهب في ترند صعودي، كمان نرى البنوك المركزيه حول العالم خصوصي في ما يسمى بالدول الناميه عم تتوجه للذهب حتى اكثر من اليورو تحوط واحتياطي. صحيح. في بنوكها، فهيدا كمان بعطينا قوة للذهب في هيدا العام. كمان مثل ما كنت عم بحكي قوة شوي على الدولار الأمريكي قد تحد من الارتفاعات، ولكن ما منشوف هالكوركشن الكبير أو ابتعاد المستثمرين بشكل كتير كبير عن الذهب، لا يزال نوع من التحوط، لا نزال نرى البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية عم بخصصوا في البورتفوليو تبعهم. يعني تعتقدي حتى نهاية العام سيبقى عند هذه حول هذه المستويات؟ قد يرتفع أكثر، قد يرتفع حتى مستويات أكثر هذه التوقعات بشكل عام، ولكن في الفترة الزمنية القصيرة مع احتمال قوة الدولار في وجه العملات الأخرى قد يحد شوي، قد نرى تحرك جانبي، ولكن تراجعات كبيرة جدا، نرجع نشوف يمكن مستويات 1800 نوعا ما صعبة. فرح مراد، محللة أولى الأسواق المالية لدى إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، تانكي.